الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله ويا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله وش سلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء قال متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. هذا هو هذه هي خلاصة علم التصوف. مقصد التصوف هو هذه الحكمة، أن تكون في الظاهر ممتثلا وفي الباطن أيضا. كثير من الناس يعتنون بالظاهر فقط فيجعلون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر هو غاية المنتهى، فيتعبون أنفسهم بالصلوات والصيام وكذا، وكل هذا مطلوب وواجب، لكن الاكتفاء به ليس سديدا، لأن هناك واجبا آخر نغفل عنه هو واجب الباطن. قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم يغفل عنه كثير من الناس، وهو الذي اعتنى به السادة الصوفية. لذلك فأهل الدنيا والعياذ بالله يحاربون التصوف، لأنهم يعلمون أن التصوف هذا هو الذي سيجعل الناس لا تبحث عن الدنيا، تزهد فيها، لا تتنافس عليها. يقاتلون في سبيل الله ويعلمون أن الجنة أمامهم، لن ينخدعوا بشيء من حطام الدنيا يضحك بها الناس عليه. لما دخل الاستعمار بلاد المسلمين لم يقف لهم إلا الصوفية. لماذا؟ لأن الصوفية لا يريدون الدنيا. ضحك الاستعمار على كثير من القادة والساسة بحطام الدنيا ولم يستطع أن يفعل شيئا مع الصوفية، لأن الصوفية لا يريدون إلا الله. الدنيا بالنسبة لهم حطام تراب، فامتثلوا أمر الله ظاهرا وباطنا، رضوا بما قسمه الله لهم، لم ينافسوا الناس في الدنيا. إذا ما هرع الناس إليها هرعوا إلى الله، إذا ما تنافس الناس في الدنيا تنافسوا على طريق الله. لذلك حوربوا من أهل الإسلام من غير الفاهمين، وحوربوا من غير أهل الإسلام الذين فهموا أن هؤلاء هم قادة الأمة. لن تجد قائدا للمسلمين استطاع أن يعني يجمع الناس على الدين وعلى العلم إلا وله حظ من التصوف، لابد، لأنهم أحرار. أفضل وصف للصوفية، إذا أردت أن تصف الصوفية بوصف جامع مانع، فهم الأحرار على الحقيقة، لأنه ليس عبدا لشيء دون الله. الدنيا في يده وليست في قلبه، إذا ما طلبها منه أحد أعطاه له، لا تساوي عنده شيء. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال الصحابة الكرام، وهو الحال الذي ورثه بعد ذلك أئمة الصوفية، لأنهم ورثوه عن السلف الصالح الجيل الأول الذي تنور بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحكمة لخصت مقصد التصوف. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. خلاص، لا تطلب شيئا بعد ذلك. هذه مرتبة من الله سبحانه وتعالى، هي المقصد الأعظم، أن تكون ممتثلا لله سبحانه وتعالى في ظاهرك وفي باطنك، هما معا.
ولا يفرط في أحدهما إلا جهول. فالظاهر مطلوب والباطن مطلوب، ولا يقول أحد إنني إذا طلب منه أن يطيع الله يقول لهم أنا باطني يعني حسن، كما يقول العوام عندنا قلبي أبيض، وهو لا يصلي. لا، لا يكون قلب الإنسان أبيضا من غير أن يكون ظاهره أبيضا، لا بد أن يكون ظاهره وباطنه. ربما قصر في بعض الطاعات، هنا يعني ربما يجبر كسره أو كسره حاله، كحال الصحابي الجليل الذي قصر في بعض الطاعات وكان مرتكبا للكبائر، ويعني عنفته الصحابة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يحب الله ورسوله. ما فيش مانع تقصير في بعض الطاعات، ليس هناك يعني ليست هذه نهاية العالم، لكن عليك أن تحاول مرة بعد مرة، وكلما وقعت في المعصية قم وتب إلى الله. هذا هو حال عباد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضع كده من منها، صلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله 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 على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا.